مصدمين من دوشة المزيكا مش سامعين سعادتك وانت بترن. شباب الايام دي الواحد مش عارف يميز الستات من الرجاله. خلينا ننبسط. ايوه لكن فكريه ايه اللي غصبها على كده؟ انت بتحبش الرقص يا باشا؟ رقص قوي. تحب ترقصي وياي؟ يا ريت. طبعا اذنك لما اروح اتحزم. Thank you.
مالك يا بنتي؟ تعبت قوي يا بابي. ما هو من كتر دورانك زي النحله. انا خايف لا تجيلك سكته قلبيه. انا عارف ايه اللي عاجبكم في الرقص ده. تصور بنتي مفعوصه قد العقله تقول لي ترقص يا باشا. انا عارف ايه اللي عاجبكم في الرقص ده. خلفه عر. فافي هتتجوزيني امتى بقى يا فافي؟ هو معقول نتجوز كده على طول؟ مش لما ادرس اخلاقك الاول؟ ده انت كان في امكانك تاخدي دكتوراه في اخلاقي المده اللي فاتت دي كلها. انت ناس ان احنا مخطوبين بقالنا سنتين. هو الجواز لعبه يا ميمي بيه. ثم ما تنساش انك لسه ما اتعلمتش رقصه الليمبو. اتعلمها يا ستي وامري لله، ولو انها بتقطم الوسط. اتفضلي علمها لي. لا، لما ارجع من العزه انا مسافره بكره اريح اعصابي شويه. تريح اعصابها هي وانا تبوظ لي اعصابي. قهوة السابع. صباح الخير يا سعادة الملك. صباحنا واحنا لسه شربنا القهوة. معلش يا بيه، ربنا يخليك ويطول عمرك. بقالي سنة دايخة يا بيه. دايخة؟ دايخة على ايه؟ المعاش بتاع المرحوم مانيش عارفة اقبضه منين. يا ستي ما قلنا لك فوت عيال الأسبوع الجاي. يا بيه ربنا يخليك ويطول عمرك، المدارس قربت تفتح. شوف لها الورق بتاعها يا مدكور افندي. ربنا يخليك يا بيه، انت امير. طيب. ربنا يطول طيب عمرك. طيب يا ستي. سعاده البيت، سعاده البيت، سعاده البيت، يا سعاده البيت. ايه ايه ايه؟ الواحد ما يعرفش ينام في مكتبه شويه؟ امال نام فين بقى؟ نام في بيوتنا بقى. لا يا اخويا اسمنا بحرصك. امال المكاتب معموله ليه يا بيه؟ ربنا يخليك. نعم، الورق بتاعك راح الارشيف. ارشيف؟ يا رب ما انا لسه راجعه من الارشيف، قالوا لي الورقه جه هنا. اصلك ما لزقتيش طابع دمغه. بسيطه يا بيه، ولا تزعل ابدا، ولا تزعل يا سعاده البيه. اهي انا جايبه الطابعه اهي. اتفضل اهي. طيب خلاص، فوتي علينا بعد 3 اشهر. 3 اشهر؟ ليه يا بيه بس؟ نكون لزقنا طابع الدمغه. 3 اشهر عشان تلزقوا طابع. يا ست هانم. أيوة ست هانم. أيوة الورق بتاعك لازم يمشي بالروتين بتاعه. ايوه لازم يتقيد ويتنمر ويتختم ويتعمل له مذكره ويتعرض على وكيل القلم فرئيس القلم فالبشكاتب فوكيل اداره فرئيس اداره فوكيل مصلحه فمدير مصلحه فسكرتاري عامه فسكرتير خصوصي فمساعد وكيل وزاره فوكيل وزاره فوزير وزير حط البشكاتب شرف شبه بشكاتب. ايوه ربنا يخليك ويطول عمرك يا بيه. ايه ايه؟ لا يا بيه، ده ليها مساله بسيطه قوي كده وان شاء الله هنخلصها. طب خلاص خلاص. والنبي هتخلصها لي يا بيه؟ ايوه. فوتي عليا بعد 6 اشهر. الهي دوختكم زي ما دوختوني. الهي دوختكم زي ما دوختوني. الهي دوختكم زي ما دوختوني. صباح الخير يا شباب. منين حقيقي الخير؟ هو حضرتك البشكاتب جه؟ طبعا. يا منجي الوحش من الجحش يا رب. دوسيه بدل السفر على البشكات. ابني عندك هو زفت وصل؟ ايوه جه وحالته وحشه قوي. لا ده موظف ما ينفعش ابدا، ده مش بتاع شغل. بكره يسمع الكلام وينفع ويبقى عال. طب بذمتك انا بنتي بايره؟ لا لا العفو يا حضرتك الكاتب. يا سلام العفو العفو العفو. ادب واخلاق وعلم وجمال. وعايز ايه؟ عايزين هد القهوة يا حد. لا هعدك. حاضر يا فندم. سيب المية. حاضر يا فندم. رد على الزفت. أنه فيهم يا فندم؟ هو في غيره؟ آه عرفته يا فندم. اتفضل يا سيد. حضرة البشكاتب عاوزك. حاضر. يا منجي الوحش من الجحش يا رب. ادخل. صباح الخير يا حاج بشكاتب. حاج بشكاتب. انور افندي حضر. تفكرها ايه يا افندي؟ طابونه؟ تكيه؟ حضرتك عارف ساكن في الضواحي. ايوه تصحى بدري. صحي الساعة 4 وشرفك، بس العجلة ترشقت. ترشقت؟ فست فست.
ده تعبير سوق ما ينطقش به موظف حكومي يا افندي. ده تحايل وضيع ده لعب عيال. اذا كنت ساكن بعيد عن محل عملك عنزل. ما اقدرش يا فندم، البيت ملكي. بيعه يا اخي، قايض عليه بحاجه في وسط البلد. مش ممكن ده واقف. انت هتعمل لي ملاعيب شيحه يا فندي؟ استغفر الله حضره البشكاتب، اعمل ايه بس؟ اتجوز، تصحى بدري، تاكل لقمه نظيفه، تنظم حياتك، توضب امورك. ده الست في البيت نعمه. ولا ايه يا حضره البشكاتب؟ اتجوز امتى بس؟ ده انا يا دوب بصحى بالنوم اركب العجله واجي اشتغل طول النهار، وبعدين اركب العجله واروح مقطوع النفس، بنام سطيحه. انا فاضي اهرش لما اتجوز. يعني ما انتش عايز تساعد المصلحه لتسويه مشاكلك؟ حاجه حلوه قوي. الشهر اللي فات غربت في قسيمه كلفت الدوله 52 جنيه ونص، وكل يوم تجيني متاخر متاخر متاخر. يا جعفر افندي اعمل مذكره علشان اقدم للتحقيق، ومبدئيا انت منقول لطنطا. طنطا؟ اتفضل يا افندي. ايوه بس اتفضل يا افندي. استغفر الله العظيم. خير يا انور افندي؟ خير قوي. انا اني طنطا. لله يا سيد يا بدو، وماله يا اخي؟ دي بلد كلها بركه. اذا كنت كل يوم بصحى الساعة 4 واوصل متأخر، أما لما هتنقل الطنطة أصحى الساعة كام؟ أصحى الساعة 2. اتلغى نقلك لطنطة يا أنور أفندي. الحمد لله، راسك أبوسها يا جعفر أفندي، لازم ربنا هداه. ملقاش أماكن في طنطة، وداك جرجة. جرجة؟ احسبوا لي بقى هصحى الساعة كام؟ تصحى قبل ما تنام. والعمل يا جعفر افندي؟ فكر، شغل مخك. تفتكر حضره البشكاتب يوافق؟ العقده مش في حضره البشكاتب، العقده عندها هي، عند الانسه طعمه. اسمها طعمه؟ او نبي يا طعمه، اتقدم لها اكتر من 40 خطيب وهي ترفضه. ليه؟ اصل يا سيدي كانت متجوزه راجل وربنا خد اجله ورصه والف سيف، لازم تتجوز واحد شكله. وده كان شكله ايه؟ هو كان طوله 185 سنتي. استنى. تمام. ويا سيدي كانت عينيه عسلي. الخالق الناطق انا. باختصار كده يعني زي الطور. الله، الظاهر احنا توأم يا جعفر افندي. انا راخر بقالي سنة مش شايف غيرك. قول لي يا جعفر افندي، بنتي البشكاتب حلوة؟ يا نهار ابوك اسود، بنت البشكاتب ما تبقاش حلوة؟ طب خلاص خلاص، استبين استبين يا جعفر افندي. على خيرة الله. انا مبدئيا ما عنديش مانع. انا صحيح كنت دايما اقصى عليك في بعض الاحيان. اقعد يا ابني اقعد. انما انا كنت بقصو عليك زي ما اقصو على ابني، لان كنت اقول دايما ان انك موظف يجي منك. مبروك يا انور افندي. مبروك على ايه يا جعفر افندي؟ لسه الخطوبه ما بقتش رسمي. لازم نروح البيت علشان من باب الاحتياط نطمن ونشوفه اذا كان ماشي كده ولا كده. انا طول عمري كده، واكون سعيد جدا لو تشرفني في بيت المتواضع. ان شاء الله نمتعزها فرصة يوم يكون اجازة. حضرتك بشكاتي بخير والبر عاجله، وبكرة الجمعة. انا مش هرد كلمتك يا جعفر افندي. تهرس وتشرف، ده يوم المونة يوم ما اتجوز بنت حضرة البشكاتب. انور افندي. افندم. انت عرفت البنت فين وازاي؟ والله ما حصليش الشرف لسه. اذا كنت تحب تشوف صورتها، انا عندي العفريت اطلع لك عليها. مفيش لزوم يا حضرة البشكاتب، الكارت بيبان من عنوانه. كفاية اشوف حضرتك، العينين اللي زي عينين الغزال، البق اللي زي خاتم سليمان، المناخير المنمنمه، الشعر السابع النايح. هو معقول بنت حضره البشكاتب ما تبقاش حلوه؟ خلاص يا عم، على خيره الله على خيره الله. يلا ينصر دينك يا جعفر افندي. Thank you.
صباح الليل. ايوه اهلا وسهلا. اتفضل. كنت فين يا صباح الليل؟ كنت بضغط مريكي. طب تعالى معايا. معاك اهو. تعال. حاضر وراك يا فندي. احضر لك العشاء يا انور يا فندي. لا مفيش تنسيهم، بس عاودك ام النجمه توضب البيت وتروقه. ليه؟ جايين لدوي بكره. من مصلحه؟ حضره البشكاتب بنفسه يا غبي. حضره البشكاتب بنفسه يا غبي؟ ايوه. اللي منكد عليك هيشتغل. خلاص رقت وحليت، ده هيبقى مناسب. هتتجوزه؟ هتجوزه يا مغفل، هتجوز بنته، عشان كده لازم نكرمه اخر كرم. نكرمه؟ ايه رايك لو تذبح مريكا ونعملها له على ملوخيه؟ ما نذبح كاترين بنت اختها احسن. ليه؟ اصلها عيانه وبتموت. لا 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 مريكا، انا عاوز حاجه عليها القيمه. اللي تشوفه. والله هيصعب عليا فراقك يا مريكا. على مهلك يا استهاني. فاضل كام كيلو على عزه؟ فاضل 30 كيلو. حد يسيب السرايا اللي تهد الروح وروح لناموس؟ السرايا ما فيهاش اتراكشن، ما فيهاش شيء مثير، كل حاجة فيها مملة مملة، حاجة تنرفز. يعني هي العزبة اللي فيها اتراكشن؟ الاكس اتكسر يا استهانم. ركب غيره. ركب غيره منين؟ ده احنا في حته مقطوعه. اه انت ليه لقاوي؟ اتصرف يا اخي. مفيش بقى غير ان احنا نعمل تليفون للفيلا يبعتوا لنا عربيه تانيه. في هنا تليفون؟ معرفش. هو كل حاجه معرفش معرفش. يا ست هانم مع حته مقطوعه ما فيهاش صريخ ابن يومين. اسمع شوف في البيت ده. ده هو معقول يا ست هانم البيت ده يبقى فيه تليفون؟ ده زي بيوت الحراميه. تعالى يلا يا ست هانم. رايحه فين بس؟ دي حته مقطوعه. انكتب. ما فيهاش صريخ ابن يومين. يلا بينا يا ست هانم. خش. حاضر. امرنا لله. ورايا. حاضر. يلي هنا. طيب. هو انا رايح فين؟ يلا بينا يا ست هانم، يعني ما تسمع رصاص، دي عصابه عصابه. ما تخافش، ما تبقاش غبي. افتح. اوعى من وشي. تعالى يا ست هانم. يا ست هانم انت ايه؟ سبع الليل. بتشتغل ايه هنا؟ غفير. بتحرس ايه؟ بحرس انور وكاترينة ومريكة وعيالي. طب انت اللي كاترينة ولا مريكة دي تفهم معاهم؟ ما اقدرش. يعني ايه ما تقدرش؟ اصلها هتندبح الصبح. مش قلتلك دي عصابة يا ست هانم؟ عصابة. هو ده الاتراكشن يا ست هانم. عاملي معروف. اخرس. فين سيدك؟ سيدي انور افندي نايم. طب مفيش هنا تليفون؟ الخير على قدومك. اتفضلي نديله خبر. اتفضل يا حضر بشكاتب. اه؟ بشكاتب؟ انا بشكاتب؟ عاجبك كده يا ست هانم؟ انا بشكاتب يا ست هانم. يا ست هانم اعملي معروف، انت في حمايتي. اخرس. اتفضلوا. اهلا وسهلا. يا الف مرحب. ده احنا زرنا النبي يا ست هانم. ميرسي. اتفضلوا استريحوا اما اطلع اديله خبر. وحبيات النبي ده موصينا اذبح مريكا من نجمه. يا ست هانم اعملي معروف، دول بياكلوا بني ادمين. مالك يا جمال؟ عصابه يا ست هانم، عصابه، ودي الاشاره. طب روح شوف لك سيفه في العربيه. يا ست هانم يلا بينا، انت امانه في رقبتي. قلت لك غور، هات عربيه تانيه. جيب العوائد سليمه يا رب. لكن ده كان ميعادهم بكره الصبح، ايه اللي جابهم دلوقتي؟ كبسه تفتيش مش باش كاتب. طول عمره راجل واعي صحيح. ايه قول لي، ايه شفت طعمه؟ هي طعمه معجل. ده انت امك ده عيالك. ينصر دينك يا جعفر افندي. انت يا زفت، انت يا نيله، انت بتصحي في ايه؟ في ميت؟ الله صوتها حلو. ايوه بس لفظها وحش. بنت حلال طالع على ابوها. هو ابوها جنين الحي. هيا انت اللي اسمك بعجر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انت اللي اسمك بعجر افندي؟ انا افندي يا استهانم، انا افندي. لا مؤاخذه افتكرتك بعجر. ينصر دينك يا جعفر افندي.
اتفضلي. قل لي يا أزعر أفندي. أنور أفندي يا استهانم، أنور حزمي. أهلا وسهلا. مالك يا أنور أفندي؟ عدم المؤاخذة يا استهانم، أنا كنت عاوز أقول قصدي يعني حلوة بشكل. هي إيه دي؟ المفاجأة، قصدي الزيارة. اتفضل استريح استهانم. بلاش ده. ليه بلاش؟ ما يليقش بمقامك، هنصلحه. اتفضل استريح على الكنبة. انصرتينك يا جعفر أفندي. امال فين حضرة البشكاتب؟ البشكاتب خرج يتمشى شويه. بوسه يا جعفر افندي. مين ده جعفر افندي؟ ده موظف معانا في الوزاره، انما ابن حلال بشكل طيب بشكل. بصراحه اللي سمعته عنك من جعفر افندي ما صدقتش ان في انسانه في الدنيا بالشكل ده. سمعت ايه؟ الوفاء النادر، الاخلاص اللي انعدم الدنيا واتجمع فيكي. انت ما تعرفيش قد ايه انا مقدر اخلاصك للمرحوم خطيبك. المرحوم؟ وعرفت منين؟ من جعفر افندي. بصراحه يا استهانم ما خباش عليا حاجه ابدا، وعلى كل إن الحي ابقى من الميت. ارجوك ما تفكرنيش يا بعجر افندي. انور افندي يا استهانم، يا سلام، فات سنه على المرحوم ولسه. ولسه يا بعجر افندي ولسه. ده ايه ده في الدنيا اخلاص بالشكل ده؟ كان راجل شاب. سمعت يا سالم؟ سمعت. كان انسان وطوله 185. امال انت كام؟ 190 يا فندم. يا خساره. نقص الخمسه الزياده يا فندم. انت دمك خفيف. اللي تشوفيه. انا ورا فندم. افندم انت انسان، انت شاب، انت راجل. انا وقعت. اتفضلي جوه في الصالون. انت عندك صالون؟ عربي اصيل. اتفضلي استهان. اتفضلي استهان. ايه رايك؟ معقول هو ده الجو اللي انا عايزاه؟ اوريجينال خالص، انتيكا. ده ورثه ابا عن جد. هايل. تعرفي يا استهانم انا بالفرحه كاني خدت الدرجه السادسه. سادسه مين؟ ده انا كاني بقيت بشكاتب. اتفضلي استريح. ده ممكن اقعد عليه ولا زي لا؟ ده متين جدا. اتفضل استريح. انصر دينك يا جعفر افندي. مظبوط يا فندم، مظبوط. شربات يا انور افندي. ان شاء الله كل حاجه ماشيه عاد. بنت البشكاتب وقعت يا سبع الليل. الف مبروك. الف مبروك. اتفضل يا استهانم. ايه ده؟ ده شربات ورد، ما يشربوش الا الورد. يا استهانم ناقص سكر؟ ما بحبش الحاجات الحلوه. طب اقطع لك بطيخه؟ لا ميرسي. وحياه النبي عندي بطيخ نمسي يعجبك قوي. لا ده انت كريم قوي يا انور افندي. ايه فين الست؟ ما هو ما هو ما هو ايه بتهوهولك ده ليه؟ اوعى من وشك. حاطط بشكاتب يا انور افندي. مفيش فايدة يا استهان. انت ايه؟ انت مالك؟ وانا مالي ازاي؟ ما تحشرش، انت مالكش دعوة. لا ده انت طالمت قوي. يا افندي اطلع. ايه ده يا استهان؟ ده الشوفير بتاعي. سمعت؟ ايه؟ السواق بتاعها، يعني الشوفير بتاعها. السواق بتاعها؟ هو حضرة البشكاتب والدك عنده سواق؟ بشكاتب مين يا سيدنا الافندي؟ دي بنت الزعفراني باشا. بنت الزعفراني باشا؟ اكبر جواهرك في البلد. وازاي تقول انك بنت حضرة البشكاتب؟ انت اللي قلت. ولدت مين اقول؟ انت اديتني فرصة افهمك. طب اتفضلوا اطلعوا بره. بره. عيب يا استاذ، عيب. خلاص انت اطلع بره بره. اختشي يا ازعر افندي. قلنا انور لحسن ارزعك قلمين ينسوكي اسمك. يا وحش. سبع ليل. ها طلع دول بره. يلا بينا استهاني. يلا بينا. يلا بينا. دول متوحشين. بره. متوحشين. بره. حلوة بشكل. اتنيل انت شايف حاجة. والعمل؟ مفيش بقى غير اننا نمشي الثمانية كيلو دول. انا امشي؟ انت اتجننت؟ امال يعني هتقعدي لوحدك في الحته المقطوعه دي؟ هستناك في العربيه لحد ما ترجع. هتقعدي للصبح؟ مالكش دعوه. يلا عمرك استاذ. انا مالك على كيف. شكرا. انت وقعت فيه؟ هو ايه؟ المطب. ايوه.
اتفضل بقى راح لحالك. على كل حال ما تتضايقيش، اللي اتكسر يتصلح. انا تحت امري. باين عليك وتشاوي. الله تعالي بس. يا بعد يا فندي، يا نور يا فندي، يا بعد يا فندي، انت يا بعد يا فندي، يا بعد يا فندي، تعالى انت حواليك. ايه في ايه؟ يا بعد يا فندي. قلنا انور يا استهانم. انت ايه؟ وانت مالك؟ مالي مالك؟ قلنا مش زعتر يا استهانم، قلنا انور يا انور 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 استهانم انور. اسفه قوي اللي تعبتك معايا يا انور. تعبك راح يا استهانم، تصبح على خير. وانت من اهل انور افندي. ايه في ايه؟ انا خايفه. خايفه تقعدي لوحدك في الشارع؟ خايفه عليك للسواق يرجع لك بالليل ويتسحب ويخش عليك يموتك وانت نايم ومش حاسس. يا شيخه ما تحطيش في بالك، ده جبان. طب اعمل معروف، خلينا بات عندك الليله علشان اذا حصل لك حاجه كده ولا كده تسفر لي وانقذك. تنقذيني؟ ايوه. ازاي يعني؟ اذا طلع عليك الراجل المتوحش ده اروح جايه ومتسحبه ومن وراه. شفت بقى ان محدش يقدر يقف في سكتي قدامي. حاضر. ها اتفضلي، تصبح على خير. وانت كمان. ايه طالع انام؟ وانا اتصرفي، نامي في اي حته. يا ماما. طب اتفضل اتفضلي نامي فوق وانا هتصرف. ايوه كده. هي دي بقى اوضه النوم؟ على قدنا يا استهانم، احنا ابونا ما بيبيعش جواهر. انور افندي. افندم. انا متشكره جدا. العفو. انور افندي. نعم. ما عندكش حاجه البسها؟ عندك في الدور جناء اللي انت عاوزاه. ضربات يا استهانم. ايه ده؟ مش تخبط؟ دور وشك. حاضر. لا انا ما بحبش الحاجات دي. ومن سمك، انا جاي اقول لك تصحي من نجمه. طيب ابقى صحيني الساعه 12. 16 ده ايه ده؟ انا اروح في ده يا استهانم. ليه؟ البس كاتب جاي هو وبنته ومراته. قول لي انور افندي. افندم. انت لا متجوز؟ لا خاطب؟ لا متجوز؟ لا. امال ايه؟ متكلمين عليا. تصبح على خير. انور افندي. نعم. عايزه اشرب. حاضر. ممكن ادخل؟ خش. اتفضلي. وحياتي قصيلي الحته اللي ورا دي احسن مش طايله. من عينيا. يلا. دي جرابيتي. طب وفيها ايه؟ اعمل لك ايه؟ فساتينك طوال قوي. الله، وهلبسها ازاي؟ الله، هتبقى ميني جلابيه. هات قشر. اتفضلي. انت ايوه ما عندكش فريجيدير؟ مفيش غير فريجيدير قناوي ده. بتنكد كمان بعد اللي حصل منك؟ تصبح على خير. وانت من اهل. بنوي بنوي. اه
فيني ده عتريس. عتريس؟ اه الفار بتاع الجيران. ده بيبرق لي عينيه وبيلعبني شراراته. خلاص خلاص اهو مشي، تصبحي على خير. انا يا فندم. يا فندم ما تسيبنيش لوحدي، انا خايفه. من ايه؟ عتريس وخرج ومش ممكن يرجع لانه ما بيبانش على حريم. طب سمعني مزيكا. مزيكا؟ اصلي ما اعرفش انام الا اذا سمعت مزيكا. مزيكة ايه؟ يعني انا في الاوبرج. طب احكي لي حدوته لحد ما انام. حاضر امرنا لله. صلى على النبي. اللهم صل عليه. كان يا مكان يا ساده يا كرام، كان زمان في اميره حلوه وجميلة ودمها خفيف. ايه لا ده بندق. بندق؟ اه عمر بتاع الجيران. ها وبعدين؟ الأميرة دي كانت حلوة قوي وشقية قوي. خرجت في يوم تتفسح بالحصان بتاعها وفجأة حدوت الحصان فرقعت. ايه ده؟ في حدوت حصان تفرقع؟ معرفش، أمي حكيتها لي كده. وبعدين؟ وبعدين يا ستي بصت يمين بصت شمال لقيت بيت قدامها دخلته. البيت ده بيت مين؟ بيت الشاطر حسن الموظف الغلبان في وزارة الأوقاف. يا فندم وبعدين بقى يا ربي انت بتروح كده ليه؟ انا
احنا قاعدين. قاعدين ايه يا استهانم؟ اعملي معروف يلا بينا. ادي طعميه فلوس بالطعميه. اتفضلي. ادي الطعميه. كمان حته. كمان. قولي هبتكم انت وابوك الباشا يلا. اتفضلي اركبي. امسكي فيا يلا. امسكي فيا يلا يلا. انور افندي. نعم. تاكل حد الطعمية؟ كتر خيرك. عشان يبقى عيش بطعمية؟ دي حلوة قوي. هي ايه؟ الطعمية؟ عارفها واكلها. انت تعبت يا انور افندي؟ لسه. انور افندي. اوعى تكون زعلت مني. لا العفو. انور افندي. نعم يا استهانم. ما بلاش هانم دي. ما اقول لك ايه؟ قول لي يا فافي. متهياني فكريه احسن. ليه يا نرنر؟ نرنر انت تطلع ايه؟ طلع انور. دي مستحيل تركب عليا. تعرف ان دمك خفيف؟ يا خبر اسود. يا خبر اسود. ايه حصل ايه؟ حضرة الباش كاتب وجماعته راكبين الحنطور. اتفرج عليهم والنبي. اقعدي ما توديهاش في داهية. عاجبك كده؟ يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ خليكي في الشمس لحد ما تنشفي. ترميني في الطين عشان حتة باش كاتب؟ طيب حاسب يا سعدية. فضلوا. اهلا وسهلا. فضل. متشكرين يا ابني متشكرين. خد بقى دول على الشارك. يدوم العز. يظهر انها صابت المرة دي وعطرنا على العريس اللقطة الطعمة. قولي لي يا عريسة. ايه رايك في البيت؟ مش قوي. مش قوي؟ لا لا. العفش باين عليه متين. كنت هتقع يا استهان. ما وقعت. الف حمد لله على السلامة. اهلا وسهلا بشكلك. دايما متاخر يا انور افندي. اصل الحكايه يا فندم. اتفضلوا في الصالون. اتفضل. اتفضلي اتفضلي. عارفه يا انيسه هاني؟ انور افندي ده من اكفأ الموظفين الموجودين عندي. ربنا يكمله كمان وكمان وكمان. اتفضلي اتفضلي. اتفضلي يا انيسه هاني اتفضلي. اقعد يا ابني اقعد. اهلا وسهلا. اهلا بيك. امال العروسه ما شرفتش معاكم ليه؟ انور افندي. انت ناسي تقاليد العائلة؟ العريس عندنا ما يشوفش العروسة الا ليلة الدخلة. انعم واكرم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. شايف الادب؟ اخلاق. تربية. حسب. ذوق. ابني ناس. اللي قولي يا انور افندي. البيت ده كده كم مطرح؟ اتفضلي اتفرجي عليه يا نينا. لا مؤاخذة اذا كان العفش قديم شوية اصلي ورثوا عن جدي. اسمع اما اقول لك انا بنتي ما تخشش الا بجديد في جديد. شوف اسمع بقى يا انيسة. مسألة المهر والعفش دي حاجة نتكلم فيها بعدين. احنا بنشتري راجل. خلاص مدام كويس نشتريه. على خيرة الله. تفضل. وانت يا انور افندي عايش لوحدك في البيت ده؟ من يوم ما ماتت المرحومة امي. يعني مفيش مرة حصل كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده. بشرف يا حضرة البشكاتب. البيت ده عمره ما دخلته ست. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا. يا ابني مفيش لزوم مفيش داعي. لا لا, لا لازم تتفرجوا على اوضه النوم يا فندم. عبرك اتفضلوا قدامنا يا نور يا فندم. العفو يا حضرة البشكاتب. هي العيد تقال عن الحاجب. اسم الله عليك. ربنا يكملك بعقلك. مش قلت لك؟ اتفضل اتفضل يا نيسان اتفضل. على مهلك. سلمة سلمة. يا بدع. تفضلوا. بسم الله ما شاء الله.
والنبي حلوة قوي يا حضرة البشكاتب. اه فعلا شرحة ونورة. اه مفيش احسن من كده ابدا. شباك بحري. عزيز اهدى. انور افندي ايه ده؟ واحدة ست. واحدة ست؟ واحدة ست يا فلاتي يا بتاع النسوان؟ يا غشاش يا كذاب يا ضلالي. والله يا حضرة البشكاتب. اخرس بشكاتب في عينك يا قليل الادب. هقص الحكاية. كتم يا ساهي يا داهي يا بتاع التلات ورقات يا مية من تحت تبن. بس رايك فيها دوشة. مش عارفة انام. شوف الست مش عارفة تنام. غطيها غطيها يا حضرة الافندي لا تبرد. الكلام الفارغ ده. انا كلامي فارغ يا قليلة الادب. انا قليلة الادب يا ابو قردان. انا ابو قردان. حقك عليها. انا حقك عليها. بس كده. ده بس كده ده. ده بس كده بخيار. بس كده بطيخ. سيبني اربيها. يا شيخ اجري ربي سنبك الاول. لازم اقطعها بالسنان. انا عاوز اتهانم. حقك عليها بس كده. قور من وشي يا سرير الحوار يا تربية الشارع. حديثة. يلا بينا من هنا لحسن انا الدم هيطلع في نفوخي. وعادي معكم وعادي فندي ده في الحكومة كوم. ماشي يا نيسة ماشي حاضر. ابو قردان ها؟ يا حد بشكاتب. اوعى يا بشكاتب. اوعى ربنا ينتقم منك. يا حد بشكاتب. باي. يا حد بشكاتب. يا حد بشكاتب. قول من وشي. صوت هانم. اخرس يا ساهي يا داهي يا مية من تحت تبن. ارجعي حقك عليك. حقك عليك. حقك عليك. يا استهانم قرباك ورا يا اسطى. يا استهانم انا بقول قرباك ورا يا اسطى. يا اسطى يلوبك سواه يا ست هانم ارحميني. سيبيني الحق انام لي شويه قبل ما اروح. الله نام يا اخويا وماله. انا امري لله. امري لله وحده. صباح الخير. صباح النور يا حضرتك. كنا بنتكلم يا حضرتك بشكاتب عشان حكايه العلاوه دي. حاضر. وانا كمان والنبي قال ورا فندي نفسي في اجازه شهرين عشان اتجوز. والنبي اتكلم لي على بشكاتب من عينيا. تسلم عينيك. القهوة دي على حساب انا يا امر افندي. ايه المناسبة؟ ربنا يجعلنا من بركاتك. يا بخت من كان النايب خاله. تشرفت يا امر افندي. ايوه. اتفضل يا اخويا اكلم حضرتك بشكاتب. اتفضل. يا منجي الوحش من الجحش يا رب. يا حضر المفتش. نلغي نقل مدخور افندي لاسوان. خلاص يا فندم بنقله. لا 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 ما يكونش عندك فكرة ابدا. انا عندي هنا موظف حمار اسمه انور افندي. ننقله بداله. طيب يا فندم. مع السلامه يا فندم. صباح الخير يا حضر بشكاتب. حضر بشكاتب صباح الخير يا حضر. ايه يا حضر ايه تريد سعادتك طلبتني. انت عايز ايه تبيد؟ انا انور يا فندم. انور. اه انور يا فندم. انور وعندك 300 دوسيه عايزهم يخلصوا النهارده. من عينيا. استنى حديلك 395 استمارة سفر تخلصهم لي حالا دلوقتي. هاخدهم معايا البيت. مفيش بيت. شغل الحكومة ما يروحش البيت. كفاية اللي في البيت يا انا عرفان. يا فندم دي بنت الزعفراني باشا. الزعفراني ولا الفسخاني؟ الزعفراني يا فندم. بقول الكلام ده في التحقيق. تحقيق طبعا. ولا انا فاكر ايه؟ فاكر ان انا حسيبك تناسي استمارات السفر؟ ناس ال 52 جنيه ونص اللي ضيعتهم على الحكومة ده أنا مش هنفدك وبس. ده أنا هحبسك. أعمل معروف يا حد بشكاتب. اتفضل. أعمل معروف. اتفضل. مظلوم والله مظلوم يا إخواتي. برا يا فند برا. بخلي الفسخان ينفع. انتي استحملتي في التش. قال لي
حطي الكرسي في الطشت وقفي عليه. وعملتي ايه؟ وحياتك وقفت. يا خراشي. وبعدين فتحت الحنفية ما لقيتش فيها مية. وجبت المية منين؟ خدتها بالكوز من الصفيحة. ياي يعني ايه كوز؟ البتاعة دي اللي عاملة زي شامبانيرا بس بإيد. مش معقول. ما قلتلناش يا فافي شكله ايه الجدع ده؟ طويل وعريض وجسمه مليان شعر زي الوحش. يا مامي وحياتك يا فافي ادينا عنوانه. اه لازم نعمل مغامرة معاه. ايوه لازم نتفرج عليه. وانا عايز استحمى في الكون. يلا يلا كاتب اهو دلوقتي. ايوه احرق في داهيه. انت راجل انت انت مجنون. مش شغلك انت. من فضلك تعالى تقول باشا. سيب لي مش فاضيه بقى. اظن انا بكلم منتهى الذوق والادب. مفيش داعي لطريقه تانيه. طريقه تانيه قصدك ايه؟ انا جاي النهارده يا قاتل يا مقتول. اتفضلي معايا. ايه الطريقه الستيف اللي بيتكلم بيها فافي هانم دي؟ اسكت انت يا اخ عم المعروف. اسكت يعني ايه؟ انت عارف بيتكلم مين؟ يا اخي سيبنا في حالنا وخليك انت مع اخواتك. اعملي معروف. اخرس يا مستخدم. الله يسامحك يا اعملي معروف. يلا بينا يا استهانم. سيب ايدها يا كلب. اللهم طولك يا روح. يا استهانم بيتي هيتخرب. حاضر يا انور افندي. تعالي هنا. انت رايحة فين مع واحد زي ده؟ هعتذر للمشكلة. يا عم الله يسهل لك. ايوه يا احلى غير. ايوه انت ازاي تتنازلي وتخرجي في الشارع مع واحد زي ده؟ وبعدين بقى ايه ده انت قد الماسكه دي؟ نزل ايدك بقول لك يا كلب. كلب ايه ده انت هتعمل ايه؟ ايه يا فندم بتعمله ده؟ وانت الاخر ها؟ يلا ابوكي. انا اسف يا باشا. حقك عليا يا باشا. راسك ابوسها يا باشا. ايه يا حيوان؟ انا اللي هروح في داهيه. انا اللي بنت سعادتك اتحدفت عليا زي القضاء. ده انور افندي اللي حكيت لك عني يا فافي. دي بيت عنده؟ واللي هترفد بسببها تترفد مره واحده؟ اي والله يا سعاده الباشا. تترفد وبابا موجود؟ اطمن يا انور افندي، انا وبابا هنيجي معاك نعتذر البشكاتب. ايوه انا اروح عند واحد بشكاتب؟ عشان خاطري. مش ممكن. مركزي. والنبي اسمي وحياتي. مستحيل. دادي. انا اروح عند واحد مش كاتب. دادي اتلقى على عينك. خلاص بقى. كويس كده يا راجل انت. هدومي كانت هتتبل. يا مامي يا مامي. اديني شرحت لك الموقف وارجوك انك تعتبر الموضوع منتهي. يا معالي الباشا ده انت كلامك دستور للبلد. العروسة الصغيرة زي بنتي تمام. يعني خلاص سامحتني. استغفر الله يا بنتي. وانت يا طنط؟ ده انت لسانك كان بينقط شهد. الهي وانت جاهي اشوفك عروسة قاعدة في الكوشة.
يا بنت الدلعادس من نبا حرص وصينه الزعفراني باشا. امال فين العروسه عشان نتشرف؟ من عينيا الاثنين. طعمة يا طعمة. اصلها يا اختي بتنكسف. انا جاي طعمة. انت بتندهني يا ناس. والله عليك اسم النبي حفك وسينك. سلمي على عريس سعيدة. يا لا سخرية القضاء، انا مش عريسك. عريسك يا بنت عريسك اهو. سلمي علي سعيدة. سعيدة مبارك. اسم النبي حفك وسينك، وسلمي بقى على سعادة الباشا. ده هو ده. بوسي. وسلمي على ست فكرية. هي فين؟ ما هي قدامك يا بنت اهي. عميدي سعيدة. اهلا حبيبتي. اهلا امورة. امورة. تعالي بقى اقعدي جنب عريس. يا اختي على ادبها. يا اختي يا اختي. امورة شايف عروستك يا انور افندي. الله يخرب بيتك يا جعفر افندي. لا بجد بقى يا انور افندي، بجد ليك حق. متسكرة متسكرة. اللي جاب لك يخلي لك يا شيخ. الله يكرمك. انت زمكلاوي ولا اهلاوي؟ انا ايه؟ زمكلاوي ولا اهلاوي؟ يا اخويا ليه؟ اصل انا زمكاوي. انا زفتاوي. باشا انا ازيكم بقى. انا ما يا ندامه. ومستعجلين على ايه يا باشا؟ معلش في الافراح. مع السلامه يا باشا. ونستأذن بقى. يا باشا خليك خليك. سعيده ايوه اقعد اقعد. طلع عندي كوره. خطوه عزيزه سعاده الباشا. انا مشرفتي يا سعاده الباشا. والله انا بس والله سعاده الباشا انا كان ليا طلب صغير عن سيادتك قد كده اهو. ده انا كمان يقف على سيادتك موظف بقالي 25 سنه ولسه في الدرجه السادسه. فلو سيادتك كلفت خط سيادتك اتكلمت مع الوزير عشان خاطر نشوف نشوف. الله يعمل بيك. طب ولعمرك. طب اوصل سعادتك لغايه الاوتوبيس. قصدي لا ما فيش لزوم. يا ندامه ودي تيجي يا سعاده الباشا. يلا بينا يا فكري. يا سلام يا سلام. انست وشرفت. مع الف سلامه. باي باي يا حبيبتي. مع السلامه. انست وشرفت. مع الف سلامه. لغايه الرابعه كويس يا سعاده الباشا. يا اخويا كفايه. والنبي يا اخ والنبي والنبي. ما عرضك ما عرضك. بعدين بقى اعملي معروف. وبعدين وبعدين يا انور افندي بلاش التسرع ده يا اخي. خليها بعد كتب الكتاب. حضرتك بتقول لي انا؟ ايوه لك انت. انا عارف طيش الشباب دوت وعارف التسرع. خليك تقيل. انا ياما عملت كده مع انيسة. ان شاء الله تكون العروسة عجبتك. يا سلام. ده احنا حصلنا الشرف يا حد بشكاتب. عن اذنك. بدري يا ابني. عن اذنك. مع السلامة. هي بنت حضرتك غاويه كوره ومصارعه كمان وملاكمه كمان. الف مبروك يا انور افندي. والله من قلبي الف مبروك. الف مبروك يا حبيبي. انا عمري اذيتك يا جعفر افندي؟ لا. طب ليه عملت فيا كده؟ انا عملت حاجه؟ انت شفت شكلها؟ شفت. سمعت صوتها؟ سمعت. طب ليه عملت فيا كده؟ بكره تشوف يا ابو الانوار. ما تتبطرش ما تتبطرش ما تتبطرش. ده الست الوحشه في البيت ما تتعوضش. نعمه نعمه على الاقل وانت قاعد في شغلك كده تبقى قاعد وانت مطمن. مطمن اه. لا حد يقدر يعاكسها ولا حد يقدر يبص في وشها. واذا خرجت ولا دخلت تنام وانت مستريح. يا استاذ انور افندي سياده البشكاتب عاوزك. اتفضل يا ابو الانوار. اتفضل يا حبيبي. هنيالك يا دانيالك. يا منجي الوحش من الجحش يا رب. خلاص اتعدل. تليفون على شانك يا انور افندي. متشكر يا فندم. الو مين؟ مين يا فندم؟ ازيك يا انور افندي؟ الله يسلمك. ده مش كلام. ده استهانم. احنا هنا في الحكومه. اصلها سخنه قوي. يا ايه؟ الميه. قول لي ازاي عروستك يا انور افندي؟ نحمده. لا مؤاخذه يا فندم، دي فكريه هانم بنت الزعفراني باشا. انعم واكرم. يا صباح الخير. ده احنا نهارنا نادي والله العظيم. احمد ازيك يا حضره البشكاتب؟ وازاي تعمل تعمل. ها وانت
امتى بقى الفرح؟ قوي قوي. خد الو لا دي عاوزك انت، عاوزك انت، دي عايزاك انت، لا يا حبيبي مش كاتب، عاوزك انت خد دي عايزاك انت مش عايزاني انا. الو عليها. ايوه حضرتك. الو لا مؤاخذه يا انور افندي، اصل السماعه كانت غرقانه زي يا جماعه. هشوفك بقى في الفرح ان شاء الله. Thank you.
حتى يظهر مش هنا خالص. أصلي سرحت شوية. طبعا بتفكر في عروستك. بتحبها للدرجة دي؟ مسيرة تعود عليها. ولما انت ما بتحبهاش خطبتها ليه؟ ظروف. طبعا في العلاوة حد يرمي روحه في النار عشان حاجة هايفة زي دي. أمال ليه عملت كده؟ اديت البشكات الكلمة. وإيه يعني؟ الواحد ياما بيقول كلام ويرجع فيه. مش أنا أستهان. تحكم على نفسك بالتعاسة المؤبدة عشان كلمة. هو البني آدم إيه غير كلمة؟ كلمة بين أمه وأبوه اتخلق، كلمة بينه وبين الموت مات. الدنيا نفسها كلمة. أنا مش قادرة أفهمك يا أنور أفندي. معلش أنت لسه صغيرة، يلا بينا لكوني اتأخرتي. فكرية ما بقتش صغيرة يا عنكل، وأنا بقالي مستني يجي سنتين وزيادة. والله أنا شخصيا ما عنديش مانع، لكن أنت عارف لابد إننا ناخد موافقتها. أنت عارف دلع البنات الأيام دي. صافي أنت فين من الصبح؟ أنا بقالي أكتر من 4 ساعات وتلت و22 دقيقة بالظبط مستنيكي لما أعصابي باظت. هي فكرية كنت في الفرح لحد دلوقتي؟ لا الفرح خلص من زمان. ما رحتي فين؟ حتى أنور أفندي وطلعنا الهرم. مين الأنور أفندي ده؟ ده بتاع ده كل شيء كان. البوي فريند بتاعي. لا ده شاب اتعرفت عليه واضطرتني الظروف إني أنام في بيته. تنامي في بيته؟ أيوة. يا قلبك يا فافي، وجالك نوم؟ عمري ما نمت كويس زي ما نمت في سرير أنور أفندي. وكمان نمت في سريره؟ أيوة. برافو برافو. ايه عجبتك يا ميمي بيه؟ طبعا دي معجزة. ده انا لو ما كنتش انام على سريري ما يجيليش نوم ابدا. ليش؟ اي والله كده يا انكل. خلينا في المهمة دلوقتي يا فكرية. ميمي مستعجل وله غرض تكتبه الكتاب الاسبوع اللي جاي. مستعجل ليه؟ الا مستعجل ليه؟ الرقصة الجديدة اللي عايزاني اتعلمها واتعلمتها اهي. هوب عايزة ايه تاني؟ مش ده اتفقنا؟ ولا انت عايزة ترجعها في كلمتك؟ كلمتي؟ هو البني ادم ايه غير كلمة؟ كلمة بين امه وابوه اتخلق، كلمة بينه وبين الناس عاش، كلمة بينه وبين الموت مات. الدنيا نفسها كلمة. عن اذنكم. ايه رايك بقى يا انور افندي في المكتب ده؟ عال اقعد بقى يا عم وانبسط، وده لاخوك الصغير على التكتيك اللي وصلك للامل اللي انت فيها دي. ربنا ما يحرمنيش منك يا جعفر افندي. العفو حبيبي العفو يا اخويا، انا عملت حاجه ولا ليا بركه اللي انت؟ والله العظيم ادخلك في تليفون. على ايه؟ حد هيطلبني؟ لا لا ده ما يمنعش برضو العروسه برضو تحب تطمن عليك كده ولا كده. على اذنك بقى لحسن حضره المفتش موجوده عند انكله جوه. والنبي يا ابني ادلنا على مكتب انور افندي. عاوزه منه ايه يا ست انتي؟ اصل يا ابني بيقول الورق بتاعنا جه عنده. الاستاذ انور افندي ما بيقابلش حد دلوقتي. ليه بس يا ابني؟ هو كده؟ قول لي يا افندي. انور افندي عادني موجود يا استهان. اتفضلي. يا ابني ما انا بقول يعني يا ستي انور افندي مش فاضي، كان الله في عونه. الله، هي دي الحاجات اللي تغذي. ايه ده؟ ايه؟ حلو؟ كنت ماشيه في الشارع بالشكل ده؟ امال همشي ازاي؟ ولا حطيتيش حاجه على جبتتك؟ طلعت سلالم الوزاره بالشكل ده؟ ايوه. يا خبر اسود، والموظفين شافوكي بالشكل ده؟ ايوه. ليه؟ لا ولا حاجه. انور افندي انا جايه لك في موضوع هيحدد مستقبلك. بتفكري في مستقبلك ولا فكرتيش في مستقبلي انا؟ ليه انا عملت حاجه غلط؟ ارجوك يا استهاني مروحه على بيتكم اعملي معروف. ما هو مش ممكن حمشي الا لما تسمعني. طب اتفضلي قولي وخلصينا. اسمع يا انور افندي. نعم. تعمل ايه لو عرفت ان طعم خطيبتك نامت في بيت راجل غريب؟ ارجوكي مفيش داعي للحاجات اللي تمس الشرف. ولو عرفت انها نامت في سرير الراجل ده؟ اقطم رقبتها. ولو قالوا لك انها راحت معاه الهرم؟ ادفنها جنب ابو الهول. للدرجه دي بتغير عليها؟ مش خطيبتي. مع انك ما بتحبهاش. ما دام هتبقى مراتي لازم اغير عليها. ما وحشتها دي؟ دي مسألة كرامة. قلت لي كم موظف؟
23 موظف يا فندم، ما بين الدرجة السابعة والثامنة والتاسعة، منهم اللي استحق الترقية ومنهم اللي استحق الرفد. طيب اعمل لي مذكرة بالموظفين اللي عايزين الترقية والموظفين اللي عايزين الرفد. في الحقيقة كلهم يا فندم ما فيهمش حد كفء غير أنور أفندي. ومين أنور أفندي ده؟ ده أكفأ موظف عندي يا فندم، يجي أول الموظفين ويمشي آخرهم، وأحيانا بيجي أيام الجمعة علشان يشتغل. يا سلام يا سلام، أدب أخلاق استقامة أمانة، شال المصلحة على كتافه يا فندم. أكثر الله من أمثاله. طب اسمع، اعمل لي مذكرة علشان ألاقيه. موجودة يا فندم المذكرة. طيب افرض انك خطبتني. انا بقول لك افرض يا اخي، هتغير عليا؟ سيبيني في حالي اعملي معروف. افرض افرض يا ست هانم، الراجل العاقل يخاف يقرب منك. ليه؟ هو انا بعض يا انور افندي؟ انت اللي يتجوزك لازم يكلبشك بحديد في ايده عشان ما يتعذبش. انت اللي يتجوزك هيبقى ليله نهار ونهاره ليل، هيفكر فيكي وهو ماشي وهو قاعد وهو صاحي وهو نايم. انت لعنة، لكن اجمل واطعم لعنة خلقها ربنا. وانت مين ده؟ ده انور افندي. ومين دي؟ دي واحدة ست غلبانة بتجري ورا معاش جوزها. وطابع الدمغه يا انور افندي. معلش يا عبد المفتش، ده اكفأ موظف عندك يا حضرة المشكاتب. اتفضل. معلش اتفضل. وكمان كلب نجست الوزارة. استأذن بقى يا انور افندي. ليه ما بدري؟ لا معلش. طيب الله يهدى. اوعى من وشك. انت يا فكرة هانم، انت يا استهانم، انت اللي تكفافي. انت يا مجنون، انت اللي حكنوني، انت يا ست. ايه ده؟ ايه الذبة دي؟ ايه دي؟ ايه فين اترفدت يا استهانم؟ انا هعمل لك ايه؟ خلاص خربتيها وقعدت على تلاقة. اوه ما كانش قصدي. ده انا هخرب بيتكم زي ما خربتوا بيتي. ايه الدوشه دي؟ في ايه؟ في ان بنتك خربت بيتي وديت في داهيه يا باشا. وبالزهق كده ليه؟ انت جنن؟ ولا حد في عقل. لا انت زودتها اوي. انا زودتها بلا نيلتها. فرحان او بسلامتك اللي مخلف لي بنت عماله تشلت يمين وتشلت شمال، لا همها حد ولا سهله في المصايب اللي عماله تسببها في الناس. فاهمه الدنيا دي بتاعتها وبتاعت ابوها، لكن انا لا يهمني لا فلوسك ولا فلوس ابوك. طز فيك وطز في ابوك. اهرس يا كلب. دي اول مره في حياتي بسمع فيها الكلام الجميل ده. عجيبه. اهرس انت كمان. انا هربيك يا قليل الادب. يا محمد يا عثمان، ارموا السباحه دي مره. يلا صلوا على بره. وحيد تعالى هنا. اقول لك وحيد ما انا هروح يا باشا. على باشا مره. باشا ارموا بره. الخرطوم يا بيه، وقف الخرطوم يا بكرة. واقفين كده ليه؟ اربطوه في الشجرة كده. حرام عليك يا بابا. سيبوه انت. هاتوا منه. امسك امسك معاه. يلا يلا على الشجرة. يلا 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 يلا. هات هات بسرعة. لف لف معايا. شد جامد. اوعى تروح. خش يا خالد. خش حرام عليك يا بابا. اوعي من وشي. امشي خدوه.
الحكايه؟ الكلب ده بيسمم افكار بنتي وبيهزلها. شيلوهم من قدامي المبرة. استنوا المال، مفيش داعي للشوشره، خلوه هنا بدل ما يجيب لنا مصيبه. تعال 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 يا بنتي. الإصابة دي مش طبيعية، لازم نبلغ نيابة. نيابة؟ ليه يا دكتور؟ ده شروع في قتل. مين اللي عمل فيك كده؟ ما اعرفش. ازاي ما تعرفش مين اللي ضربك؟ الدنيا كانت ضلمة، احنا لقيناه مرمي في الشارع، عطفنا عليه ودخلناه السرايا. الظاهر انه جماعة من الرعاه هم اللي ضربوه. على العموم مش لازم يتحرك من السرير لمدة 15 يوم. مش ممكن يروح بعد يوم ولا اتنين؟ اي حركة فيها خطورة على حياته. الابر دي كل 6 ساعات. والاكل يا دكتور؟ ياكل كل حاجة. عن اذنكم. متشكرين يا دكتور. أنا متشكرة أوي يا أنور أفندي. كنت أقدر أخلي سعادة الباشا يمسك جردر ويمسح بلاط السجن، لكن معلش كل من كان بيعمل بأصله. إيه ده؟ أنتوا طبخين بصارة؟ دي عشاننا استهانة. أمال فين الغدا بتاع أنور أفندي؟ لسه على النار يا استهانة. لسه؟ إزاي لسه؟ ليه لسه؟ ده لازم ياكل بميعاد. خلي الفرخة تستوي أكتر. حاضر يا استهانة. ما تنسوش السلطة. حاضر يا استهانة. تعالي. إيه اللي جرالها؟ دي أول مرة في حياتها تخش المطبخ. كنتش لقيامة قامت. أي. بالشفا. أرجوك يا مدموزيل ما تنسيش تيجي كل 6 ساعات عشان تديله الحقنة. حاضر. ميرسي قوي. ها إزيك دلوقتي يا أنور أفندي؟ عيان. قلبي بيدق حتى شوفي. أو النبي ده بيدق. مش بقول لك. معلش شد حيلك. بيدق ايه اللي انت جايباه ده؟ الغدا بتاع انور افندي. انت نسيتي نفسك يا فكريه؟ ليه؟ عجيبه، انت فكريه بنت الزعفراني باشا سلاله المجد والشرف تخدمي صحلوك؟ ما تنساش يا بابا انه كان يقدر يبلغ النيابه ضد حضرتك. انا ما يهمنيش، انا ليه اتصالات، ليه نفوذ. وعشان هو ملوش حد نسيبه يموت؟ مع احترامي لرأي حضرتك يا بابا، الكلام اللي بتقوله ده مفهوش اي انسانية ابدا. عن اذنك. يا سلام، الواحد صحته ردت في البيت ده. لسه تعبني انا رفندي؟ شوية. الله. الغدا. لا لا لا، ما تتعبش نفسك خالص. ايه ده؟ بايدك بايدك النبي عربي. تاخدي حته؟ لا متشكره، كل انت. كل دي عشان يبقى عيش وستي. هلو با. اهلا فكري. ها ازاي انور افندي دلوقتي؟ اهم لقح زي القرد في اوضته. حرام عليك يا بابي، ده طيب خالص. على كل حال لازم ينكشح من هنا بسرعه، لان فرحك يوم الخميس. وليه بدري كده؟ ايه ده، احنا هنرجع في كلامنا تاني. ده العريس بعت بطاقات الدعوة، روحي خديها من على المكتب عشان تفرقيها على أصحابي. إن شاء الله. بس شوف. لا لا يا استهاني، ملهاش لزوم الحاجات دي، دول يحبسوني لو ألبسها. مش عاجبك ذوقي؟
طول عمره كويس الا في حاجه واحده. على فكره دقنك طويله قوي. نحلقها. تعالى. هتعمل ايه؟ هحلقها لك. انتي وانا صغيره يا استاذ. بس خدي بالك السلاح يطول. هيحصل. ايوه يا ميني دي، هي فرحانه بس دي حطير من الفرح ومنتظره بكره بفارغ الصبر. اثبت امال. اعملي معروف لحسن بغير. بص شوف الناحيه دي بقت حلوه ازاي. استنى بقى عشان الناحيه التانيه تحلو. زبيده افندي. الممرضه جت؟ لا يا فندم. طب سخني الحقنه بسرعه. حاضر. الله، انت ايه اللي صحاكي دلوقتي؟ لازم ادي الحقنه لانور افندي يا بابا. حقنه؟ وانت مالك ومال الحاجات دي؟ دي مسؤوليه يا بابا. شوف البيت بتقول مسؤوليه يا بابا. نام. لا بلاش والنبي، خفيت خلاص. ما تعملش زي العيال الصغيرين، مش هتحس بيها خالص، زي شكة الدبوس. نام بقى. أي ها، حسيت بحاجة؟ لا. طب تصبح على خير. استني، رايحة فين؟ هنام. أصل أنا مش جيلي نوم. طب عايز إيه؟ ما عندكيش مزيكا؟ أصل أنا معرفش أنام إلا إذا سمعت مزيكا. ولا أقول لك احكي لي حدوتة. حاضر يا سيدي. صلي على النبي. اللهم صلي عليك يا نبي. كان يا مكان يا سادة يا كرام، كان في أميرة شقية ودلوعة، ركبت حصانها في يوم وخرجت تتفسح، وهي ماشية حدوة الحصان فرقعت. إزاي؟ في حدوة حصان بتفرقع؟ حكوها لنا كده. وبعدين؟ ولما الحصان عطل والدنيا كانت ضلمة عليها، اضطرت تخش البيت اللي قدامها. البيت ده بقى يا سيدي كان بيت مين؟ الشاطر حسن. والشاطر حسن ده كان موظف غلبان في وزارة الأوقاف. بالعكس، أهو الموظف الغلبان ده هو اللي فوقها لنفسها وخلاها تعرف الدنيا على حقيقتها. إزاي؟ لما سببت له مصايب في حياته وعرضته للموت، ما خلصوش يوديها في داهية، لا هي ولا أبوها. يا ستي المسامح كريم، ما أنت برضو واقفة جنبي في حالة الشدة وبتداويني بنفسك. روح يا شيخة، ربنا يسترك ويبعد عنك ولد الحرام. قصدك مين؟ شوية الخنافس اللي شفتهم ملومين حواليكي. لا، ما خلاص أنا فقت لنفسي. أنا دلوقتي ما يعجبنيش الحال المال. أنا ما بقاش يملي عيني إلا شخص واحد معتز بنفسه وبكرامته. والشخص ده موجود هنا؟ يعني انت واثقة من كده؟ والشخص ده شايفاه قدامك؟ بالطبع. لا دلوقتي بس صدقتك، خدعوني قلبي وعنيا، واللي انكتب جوه في قلبك اتريه لغيري مش ليا، اتريه لغيري مش ليا. سألت مني ولا ايه؟ ابدا، وهزعل منك ليه؟ انت انسانة عايشة في قصر عالي، معقول تسيبيه وتنزلي تعيشي مع موظف غلبان في بيته البسيط وتزغطي البط؟ انا مستعدة اروح معاك لاخر الدنيا. انا لازم بحلم. بالعكس، دي الحقيقة يا انور افندي. انا عمري ما ارتحت لانسان زي ما ارتحت لك. سعادة الباشا. يا سماء ارعدي ويا ارض شخي وابلعيني. طبنجة، فين الطبنجة؟ انا لازم افرتك نخاعك واطهر المجتمع من امثالك يا فقاع. عبدك يا باشا. انت جرثومة يجب القضاء عليها قبل ان تقضي على الاخلاق وتحولها الى صندوق من القمامة. الا مسألة يا باشا. مسألة انك استهنت بشرف الزعفراني. الزعفراني باشا اللي اواك في بيته يا جربوع الجرابيع. ولكن لا، عقابك حيكون عبرة لمن اعتبر. انا حرميك في غياب السجون واحرمك من نور الحياة. ما انتش حتشوف بنتي الى الابد.
بنت السذجة البريئة اللي حاولت انك تاكل عقلها بمعسول الكلام وتحطم شرفها على صخرة مطامع كندنيئة. نسيت ان شرف البنت زي عود الكبريت ما يولعش الا مرة واحدة. برا اقفلوا الابواب بالطبق والمفتاح. تعالي هنا. انا اللي ضحيت من اجل سعادتك بكل شيء تعملي فيها كده. انا هعيشك في هذا القصر ذليله لحد ما اسلمك بايدي للراجل اللي انا اخترته لي. هكون معاكي اقصى من برد الشتاء ولو ادى الامر اني اضربك بالفلح. والكرباك يلا خش على جوه. كرباك كرباك. الكلام اللي قاله. طب وهتعملي ايه؟ انا مش ممكن اتجوز ميمي. والعمل كرباج يا فندم. انا لازم اقطع حتت اخليه فتافين اعمل بلحمه كفته. مفيش غير اننا نهرب سوا. وقصرك هسكن في قلبك. واهلي. انت اهلي. وابوكي. انت حبيبي. وهتطول الفستان شويه. هيحصل. هتزغط البط. وهخرط لك الملوخيه. بس انا بحب البتنجان. هتبقى عشتنا كلها بتنجان في بتنجان. تصبح على خير. وانت من اهله. لسه صاحية يا بنتي؟ أيوه. أنا آسف على اللي قلته لك. مع ذلك لما تعرفي حكايتي يمكن تعذريني. مهما كانت الظروف ما كانش في داعي تعاملنا بالقسوة دي. الحب مش جريمة يا بابا. يا سلام، ذكرتيني بالذي مضى، بذكريات شبابي. أنا دايما كنت أقول إن الحب هو نور الحياة اللي بيخرج الإنسان من دهاجير الظلام. أمال إزاي حضرتك عايزني أتجوز واحد ما بحبوش؟ فكريا، أنا مضطر إني أبوح لك بالسر الرهيب اللي طويته من ضلوع السنين الطويلة دي. سر إيه؟ يا بنتي، زواجك من ميمي هو اللي كان حيمنع شبح الفضيحة اللي كانت بتهدد اسم الزعفراني، الاسم اللي يحمل طول عمره معنى الشرف. قصدك ايه يا بابا؟ انا افلست يا بنتي واستبنت من فكري باشا والد ميمي مبالغ طائلة، وكنت بكتب له شيكات بدون رصيد. يا ما سهرت ليالي طويلة افكر في مصيري بين جدران السجون وسط اللصوص وخطها الطرق. ما كنتش بفكر غير في حاجة واحدة بس، اني حموت بعيد عن بنتي. بنتي اللي كررت حياتي لإسعادها حموت وانا مش عارف مصيرها ايه. هل انتصر عليها القدر واذل كبرياءها؟ هل اصبحت تشارك الحيوانات الضالة مصيرها المجهول؟ بابا، عزائي الوحيد ان اسمك حيكون اخر اسم اردده وانا بودع نسمات الحياه. فكري
فكري بابا. بنتي انا مش عاوز اجبرك على تصرف قد تندمي عليه فيما بعد، لكن رأيت انك لازم تعرفي الحقيقة علشان تتصرفي بوحي من ضميرك. في واحدة تقول لحبيبها يا فندي. اه انت لسه فاكر؟ مالك يا فكري؟ فكري يا هانم من فضلك. فكري يا هانم. اياك تكون صدقت اني هتجوزك صحيح. فبلاش الهزار البايخ ده على الصبح. يظهر انك نسيت نفسك. هو معقول يا حضرة الافندي ان فكرية بنت الزعفراني باشا تتجوز موظف درجة تامنة؟ انا مش مصدق. وكلامك؟ انت كنت عيان وكان لازم اديك امل عشان تخف. ده انت قضيتي عليا. مش ذنبي انك خيالي. هو معقولة بنت السلطان تتجوز الشاطر حسن؟ جايز تستلطفه تستخف في دمه، لكن تحبه مش ممكن. فانور افندي انت كنت بالنسبة لي مغامرة وانت حدوتة في قصة تنتهي ازاي. انا اقول لك هتنتهي ازاي اذا كان عندك شويه ضمير شويه خوف من ربنا. روحي اتطهري من الشرور والاسام والبسي ابيض في ابيض وحط على راسك طرحه خضراء وقفي في الشارع وبدي ايدك للرايح والجاي. يمكن ربنا يغفر لك شيء من اللي عملتي فيا اشكال والوان. روحي منك لله. على قلب اسود مليان شر. بقى سبع ليل بعد العمر ده كله اطلع كروديا. املى املى. املى املى. مبروك يا عم. مبروك يا عم. مبروك يا عم. يا ولادي متشكر. مبروك يا باشا. ممنون جدا. مبروك يا باشا. صح. عقبال الانجاز ان شاء الله. الله يبارك فيك يا فندم. اهلا محسن بيه. مبروك يا سعاده الباشا. متشكر. الف مبروك يا سعاده الباشا. متشكر متشكر. انا اول ما قريت خبر القران السعيد ده في الجرائد حبيت اكون اول من يهني واقدم فروض الطاعه. طيب طيب. وفي المناسبه دي اذكر معاليكم بموضوعي في الوزاره. اوه ايوه ايوه يا عثمان. حاضر يا سعاده الباشا. خذ الافندي ده وعشيه في المطبخ. اللهم عمر مطابخكم. يلا يا عثمان يلا. تعالى معايا. الف مبروك يا باشا. اهلا فهمي بيه. امال فين العروسه عشان اديها الهديه بتاعتها؟ اه فوق يا سيدي بتتزوق. ما هي الليله ليلتها. طيب عن اذنك لما اطلع افرك لها. اتفضل يا فهمي. يا مرحبا اهلا وسهلا. الف مبروك يا بنتي. ميرسي يا عمي. عقبال ما اشيل ولادك يا حبيبي. يا العريس وصل. العريس وصل. انا بتفرج عليه. الله مالك يا فكريه؟ مفيش حاجه يا عمي. مش معقول. لازم ناقصك حاجة يا بنتي. قولي أنا عمي مش غريب. بالعكس أنا شايفة إن ما كانش فيه لزوم للحاجات دي كلها. إيه؟ وإحنا عندنا كام فكرية؟ بس ظروفنا الأيام دي مش زي زمان يا عمي. ظروفكم؟ أنا عرفت كل حاجة. ما كانش صح تخبوا عني موضوع خطير زي ده.
أنا مش فاهم حاجة يا بنتي. بقى مش عارف إن بابا فلس. فلس؟ وإن استلف من أبو ميمي مبالغ كبيرة وإداله شيكات من غير رصيد. إيه اللي بتقوليه دي يا فكرية؟ دي لسه الشهر اللي فات مديني 100,000 جنيه حاططهم له في البنك. 100,000 جنيه؟ أيوة. يعني كان بيكتب عليا؟ أيوة سبع الليل. كذبت عليا. استغفلتني. سبع الليل. ها؟ بصلي. باين عليا مغفل. مش شايف. ام لاملة. فضلك يا فضيلة الشيخ خلصني. بسم الله الرحمن الرحيم. عاوزين موافقة العروس. أرجوك يا فهمي بيه أنت وحسين، خلي فكرية توكلكم. هم هياكلوا تاني؟ ما هم لسه واكلين. توكلهم يعني تعملهم توكيل. اتفضل. ولما انا كروديا بتشتغل عندي ليه يا سبع الليل؟ عشان انا كروديا برضو. طب ام لاملة. عليا يا بابا وما يخلصكش اعيش مع واحد ما بحبوش. انت عملت العمله دي انا هحرمك من الميراث. مش عايزه منك اي حاجه، انا عايزه احس بمسؤوليه الحياه. ايوه بس اذا ما حلتوش حاجه ده صعلوك. ما يهمنيش، هبتدي معاه من اول السلم وان شاء الله ربنا هيوفقنا ما دام بنحب بعض. زخات البط. ايوه. وانت جبت العيال من المدرسه؟ ايوه. يلا بينا بقى على سواق من الجوع.